ردت كتلة المستقبل على خطاب الرئيس السوري بشار الأسد معتبرة أن ما جاء فيه يوضح تجاهل النظام السوري حجم الأزمة السياسية التي يعيشها الكتلة. وخلال اجتماعها الدوري برئاسة رئيس فؤاد السنيورة استغربت استمرار تجاهل النظام السوري لخطورة التطورات لديه ومحاولة الاستقواء على الثورة السلمية بالأساطيل الحربية الأجنبية. إن الكتلة تؤكد مرة أخرى على ضرورة التزام النظام السوري بالمبادرة العربية بجميع بنودها، وتعتبر الكتلة إن تجاهل هذه المبادرة وعرقلتها كل مرة تحت عنوان جديد إلى حد الإهانة للجامعة ولدول عربية، وتعتبر إن هذه السياسة تأتي تأكيداً لاستمرار أمر العمليات العسكرية بحق الشعب السوري. المستقبل لفتت إلى أن وزير الدفاع فشل في تقديم أجوبة شافية وواضحة بشأن تصريحه عن القاعدة ردا على أسئلة النواب، مما يحتم التحول لمساءلته في البرلمان. وتطرقت إلى زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى بيروت. إن المواقف السلبية الصادرة عن بعض القوى والشخصيات وخاصة من قبل قيادات في حزب الله تجاه زيارة أمين عام الأمم المتحدة من شأنها ليس فقط وصم هذه القوى بصفات سلبية تزيد من عزلتها، ولكنها أيضا تنعكس سلبا على لبنان وصورته. كتلة المستقبل اعتبرت أن قضية الأجور باتت مهزلة ومأساة بسبب التخبط الحكومي ومكابرة الوزير شرب النحاس، محذرة الحكومة من أن الاستمرار في هذا التقاعس في موضوع الأجور قد يتسبب بخطوات تصعيدية متعددة.